اهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي خلينا نروح نشوف معاكم اخبار الطقس ايه بالتفصيل. هيئه الارصاد توقعت انه النهارده الطقس هيكون شديد الحراره رطبه على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون معتدل الحراره على السواحل الشماليه. اما بالليل الجو هيكون مائل للحراره رطب على كافه الأنحاء. دلوقتي هنتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة بإذن الله. النهاردة درجة الحرارة في القاهرة هتكون العظمى 36 درجة والصغرى هتسجل 25 درجة. بالنسبة لمطروح درجة الحرارة العظمى هتسجل 32 درجة، الصغرى 22 درجة. بالنسبة لبورسعيد العظمى 34 درجة، الصغرى 24 درجة. الإسماعيلية العظمى 37 درجة، أما الصغرى فهتسجل 24 درجة. بالنسبة للإسكندرية فدرجة الحرارة العظمى هتكون 33 درجة والصغرى 24 درجة. سيوة العظمى 39 درجة، الصغرى 27 درجة. دمياط العظمى 33 درجة، الصغرى 24 درجة. السويس العظمى 36 درجة، أما الصغرى 24 درجة. هنروح مع حضراتكم للعريش، درجة الحرارة العظمى هتكون 34 درجة، أما الصغرى 24 درجة. سانت كاترين العظمى 33 درجة، الصغرى هتكون 19 درجة. شرم الشيخ كمان خلينا نروح للغردقة، الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة. بني سويف العظمى 37 درجة، الصغرى 24 درجة. طابة درجة الحرارة العظمى 36 درجة، أما الصغرى 26 درجة. شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 38 درجة، الصغرى 28 درجة. درجة الحرارة في الفيوم هتكون 37-24، والمنيا درجة الحرارة العظمى 37 درجة، أما الصغرى هتكون 24 درجة. طيب نروح مع حضراتكم كمان لأسيوط، درجة الحرارة في أسيوط العظمى 38 درجة، أما الصغرى 25 درجة. إنا العظمى 41 درجة، الصغرى 25 درجة. أسوان درجة الحرارة العظمى 42 درجة، أما الصغرى 28 درجة. شلاتين درجة الحرارة العظمى 36 درجة، أما الصغرى 26 درجة. بالنسبة لسوهاج درجة الحرارة العظمى 39 درجة، أما الصغرى 25 درجة. الأقصر العظمى 42 درجة، الصغرى 26 درجة. الوادي الجديد العظمى 41 درجة، الصغرى 26 درجة. حلايب العظمى 34 درجة والصغرى 26 درجة. بكده نكون استعرضنا مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات.